شلون؟ شلون شلون؟ قولي لي زينه سويتي بالامتحان؟ ما اكيد زين بعد شلون؟ ودي يلا يما يلا اطلع انت واختك بدلوا ثيابكم عشان الغداء. يما انا سويت زين بالامتحان. عشتوا؟ ومن متى ما تسوين زين؟ صادي بدل ثيابك وتعالي نجيبي معي الغداء حق اخوانك وابوك. ان شاء الله يما. فاطمة خير؟ فاطمة ابوي البنية توها راجع من المدرسة تعبانة، خلي الخادمة تساعدك بشغل المطبخ. وانت علامك تناشبني كل ما طلت من هندو شيء يدشيت بخشمي، ليش يبا؟ بيغمى عليها من التعب ولا دنها من كثر ما هي ناعمة خايف عليها تتجرح، بس اقعد. اي بس انا يعني ما اشوف سلمى تساعد بشغل البيت. عشتوا؟ انت حق سلمى؟ سلمى بعدها صغيرة. صغيرة؟ ايش دعوة؟ ما بينهم الا سنتين. لا، انت ناوي على هواش اليوم، ايش عندك؟ بتسكت ولا من ضايق الغداء وتنام جوعان احسن لك؟ خلاص سمعنا، خلاص. والله وين رايح؟ ببدل هدومي، يصير ولا لا؟ اها عشتوا، افكر في الموضوع، اصعد روح. عيوني قلبي انا هدي انا هدي. لا لا ماري انا حطه عادي، حار. هذا حار ايه؟ انت ايش عليك؟ انا هدي انا هدي. شيل الصحون واللبن وديهم هناك طلع اكل يلا. ماما هذا هذا. وانت ايش عليك؟ ما اقول شيء لا تراديديني، روحي هناك يلا. وانت ليش بعدن؟ انا من اولها قامت كتت العيش برا، مالت عليك. ربة بيت، مالت. ايش فيك؟ ابي الصينية لان القنجة حارة. عشتوا وش النواع من القنجة الحارة؟ عند العيلة شيل الصحن ودي يلا يلا ابو شنطر هناك على الغداء. ان شاء الله. من القنجة حارة. لعلك ما تربحين، حسبي الله عليك من بنية. كتيت العيش؟ كتيتي بالارض كتيت النعمة؟ يما القنجة كانت اص ولا كلمة. يما ايش يما كتيت الاكل تقولي لي يما؟ ما عليه ما عليه يبا، ما صار الا الخير. اي خير اي خير، والاكل مكتوت كله بالارض النعمه كذي حرام. ما علي يبا، انا اطلب لك من المطعم امري بعد. ما ابي غدا مطاعم، انا ابي مكبوس اللي طبخته وتعبت عليه. ما علي يبا، اطلب لك احسن مكبوس من احسن مطعم، ايش تبين بعد؟ حرام يبا الاكل كله على الارض. ايه مو هي متعمده بنت الناس بنت الاكابر، شافتني واقفه قالت شلون احرق قلبها، خلكت العيش خلكت الطباخ اللي هي مسويته، عدل ولا لا؟ لا 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 يبا انا مو متعمده، القنجه حاره زلقت من ايدي حرقتني اصلا. ايه تمسكنه يما تمسكنه، انت مسكنه قدامه. ما القنجه حاره، ايش حاره يا بنت الدلع انت؟ ما علي يبا، احنا مصدقينك. وانا مو مصدقتها، والاكل اللي بتجيبه انت من المطعم اشوفها تمد ايدها عليه، اليوم بحرمها من الاكل عشان تتعلمين مره ثانيه زين شلون تكتين العيش وشغل اللي اشغله طول النهار. اصلا انا ما ابي اتغدى وياكم زين. انك ما تغديتي، ايش دعوه بيشجعنيني على الطاوله مالت عليك؟ ودي ما تشيلين اللي بالارض مالت عليك وعلى وجهك. وهذا ايش حقه بعد؟ مو خلاص عيش انكت بالارض، ايش حقه شبي فيه؟ والله حرام. ما تستاهل تحرمينها من الغداء على اللي سويته مسكينة. وانت للحين واقف ما تروح تطلب الاكل، بيأذن علينا العصر وتسبى بنتك. ان شاء الله ان شاء الله هدى بس هدى شوي. حسبي الله عليها من بنية. اهدى؟ خلت فيها ان الواحد يهدى ولا ما يهدى؟ شايفتني واي واي. يما يوعان انا. انت مريا في شوية عيش هني موجود بالجدر، حط بحق خالد خليه ياكل. يما ترى حتى انا يعانه. انت ما سمعتي ابوك بيطلب اكل الحين؟ بس خلود يما دلعينه انا لا صح دلعينه بس هو. ايش فيك انت مينونه؟ بتحطين حالك حال الولد عمره 7 سنين؟ ضيفي هم قدامي. جا وين تزتات بسرعه؟ مالت عليك بس شاطره تقولي لي حرام وحرام، حرمت عليك عيشك انت وياها. زين يا هندو. حبيبتي
ما بيك تزعلين من فاطمة، تراها حسبة أمك. أكو بنت تزعل من أمها؟ أكو أم تحرم بنتها من الغداء؟ عفا عليك، إذا على الغداء أبوي محلولة. تفضلي حبيبتي تفضلي، هذه 3 دنانير طلبي لك من أي مطعم ها يوصل البيت. وأقول لك بعد، أنا بوصي ميري تروح تنتظرهم عند الباب علشان تاخذ الأكل قبل ما راعي المطعم يطق الباب وتعرف فاطمة. ولا شعر بايقين بوقة؟ لا يبا، بس انتي عن تدرين ان يبا هذا بيتك وانا بنتك، انت ما تقدر تطلب لي من مطعم قدامها؟ اقدر ابوي اقدر، بس انا يعني ما بتصير نجرة ومشاكل. ها واقول لك بعد، اخلي ميري تجيب لك اكل من عندنا لما نخلص، ها من غير ما تدري فاطمة. مشكور يبا، ما بفضله تحت. ايش عندك هني؟ قاعد اسولف يا بنتي. يلا الغداء وصل ان شاء الله. حين حين الحين قدامي تطلع هو. يلا يلا يلا، العيال ناطرين بيموتون يوع. ان شاء الله ان شاء الله. غداي ولا غدا المطاعم؟ لحد شفيت؟ شبعت. شنو شبعتك؟ كملي صحن عشان لقمتين، بعد شوي وراش دراسه بتيوعين، كمليهم. وانت علامك ما تاكل، شنو شبعت؟ شفيك كل شوي هني؟ ماكو شيء ماكو شيء ان شاء الله. يما من دوم ما تغدت. وانت شكو؟ انت اكل ومالك شغل بغيرك، يلا. شبعت. عيل قوم غسل يدينك فكني. شبعت. انت شو امتحانات باكر عندك؟ عربي. خلاص عيل تخلصين اكلك وتصيرين تدرسين، مو تفتحين لي صفحتين تقولين يما درست خلصت. يما ابي مدرس عربي، يما امتحان صعب. وانت ما تطلبين الا حزه الحزه؟ من وين يجيب لك مدرس الحين؟ وليش مدرس عربي بعد؟ مو كافي مدرس الرياضيات والعلوم والانجليزي؟ حتى العربي تبين له مدرس؟ شبي له العربي. وانت ان شاء الله تبخل على بنتك ما تجيب لها مدرس. لا بس كاهن ما شاء الله عليها، عمرنا ما يبنى لها مدرس، حتى ذيك المره مسكينه لما طلبت مدرس رياضيات سويتي لنا سالفه وقلتي ما له داعي. وانا صادقه عند الله ما له داعي، البنتك هي وشاطره ما هي محتاجه، بس شافتنا نجيب حق سلمى مدرسين كان تغارت وقلت ابي مدرس. يعني سلمى اللي تحتاج مدرس؟ احد ما يعرف لغته؟ ايش تقصد يعني؟ بنتي غبيه؟ فاطمه ترى سلمى بنتي مثل ما هي بنتك، بس انا اقول ما له داعي. لا يبا له داعي، انا الامتحان الطاف كنت مزفته فيه، الحين شلون؟ اكيد بتزفتين، لانك ما تذاكرين عدل. الحين شلون؟ بالعربي، بتجيب لها مدرس ولا لا؟ سكت. ماذا؟ سلمون يلا بسلايكل قبل ما نفات ما يجي. ما ابي ماري. شنو ما تبي؟ انت من صبرها في مدرسة، يلا لازم يكلي. مشكورة غيري. هند وين كرتي؟ صمون؟ نعم نعم نعم. كيف يبي صمون؟ لا 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 مو انت قد خلاص؟ يلا روح تحت. شنو؟ خلوا الدمز تحت يلا شوف. إن شاء الله هن. يمه 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 ايش فيك مصرقع شوي شوي؟ يمه هندو ما تعطيني الصمونة. اي صمونة؟ قلت لها تعطيني تقول لي يلا برا. يلا برا؟ ايش صمونته هذه؟ هدي فاطمة هدي. من وين لها الصمون بعرف؟ فاطمة صمونة؟ فاطمة هدي وين؟ حلو 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 حلو. عيل وين جاي الضحى؟ ليش ما حطيت لها بعد؟ شنو هذا؟ ماما حرام ماما هند من صبر ما اكلت شيء. حرمة
فات عليك عيشتك. تدري شلون؟ دا منك ما تسمعين كلامي مخصوم منك هالشهر، وغير كذي كنيسة ما في، ايش رأيك؟ يما الله يخليك لا تقصي من معاشك، خليها تروح الكنيسة. جب انت جب جب. يبي محرومة مو بس اليوم، هم باكر ما مخك تاكلين. امشي انت قدامي، مالت عليكم. ياري أنا آسفة، ما أدري ماما فاطمة بتسوي فيك كذي. ماكو مشكلة حبيبتي، شهر جاي أنا أروح كنيسة. الله يعينك على اللي انتي فيهن، خدامة أحن عليك من مرتبوك. ما لومك لي قلتي أكره رد البيت. سلمى، ما شفتش درستي حق امتحان العربي؟ درست وخلصت. متى؟ وانتش عليك، خليش حبيبتي بدراستك بس، بعدين أنا بيلي مدرس بيشرح لي كل شيء. متى بدأ العشاء؟ من زمان. ما أدري، أمي دقت عليه قالها يمكن يتأخر، الكل يبي الحين. زين إذا تأخر وايد إيش بتسوين؟ عاد ما أدري عاد، أنا ما أفهم شيء بالقواعد كلش. زين سلمى، أنا شاطرة بالقواعد، إذا تبين شيء أنا أشرح لك. لا شكرا ما أبي شيء، مدرس أحسن. عنو بدارج أنت، ما تستحين على وجهك؟ مجلات ما تدرسين وانت من الظهر درست يما. متى درستي وانت مجابله تلفزيون وداش عليك قاضبه المجله هذه اللي ايش فيها يما؟ قلت مره واحده ادرس مع مدرس. اي مدرس؟ عيست وانا اتصل بهالمدرس كل شوي يقول لي جاي بالسكه جاي بالسكه، ما اشوفه جاي بالسكه. درسي درسي، برجع اتصل عليه مالت عليك. شنو يعني اعمل لك ايه؟ انا متفقه وياك ولا لا؟ البنيه قاعد تنطرك الله يهداك، عندها امتحان باكر. عربيتك عطلت؟ ما تلقى تعطل الا هالحين؟ يلا عاد بتي ولا لا؟ انت عطني من الاخر. انزين لا تهين، اسمك اعرفه ورقمك اعرفه، وبروح حق وزاره التربيه واشتكي عليك واقول لهم تعطوا دروس خصوصيه وما اطلع فطوم اذا ما اسويها. زين هين. محمد. نعم. شد بره الحين، قول لي البنت باكر عندها امتحان. فاطمه الساعه 10 الحين، وانا اشوف لك مدرس الحزه. لا فترة اختبارات بعد. يعني البنية تبيها تسقط؟ قول تبيها تسقط. والله ما حد قال لها ما تذاكر عدل، تستاهل. وانت ما اخذ منك غير الحكي والهذرة الفاضية اللي ما منها معنى، بس ما عندك شيء ثاني تقوله؟ اي ادري ما كنك ابوهم، كنك ابو بس فلانة. وانتي؟ مش اسوي يعني؟ شو تسوين؟ تصعدين دارج فوق الحين تفتحين الكتاب وتدرسين، ويانا وياك القاك نايمة. بس يما ما يمت الظهر انا تعبانة. يعني تنام عليك صوفة قولي امين، بس شاطرة تطالعين تلفزيون وتاكلين، يلا فوق، واللي لقيتش نايمة ماي حاربة صب عليك. وانت خليك قاعد، بس اهتم لبسين من الناس، مالت عليك وعليها. ها. سلمى طفي الليت. بدرس. شنو وين مدرستك؟ مايا. زين سلمى طفي الليت مثل الصالة درسي. ما اقدر، ابوي وامي قاعدين تحت، ازعاج، شلون ادرس يعني؟ ماي سلمى ما فضيت الا اخر الليل، خلاص بنام. والله هذه مشكلتك عاد. ليش حبيبتي؟ درستي وخلصتي ما تبينها تدرس؟ تبينها تسقط؟ قولي كذي، مو عاجبك طلعي برا. عادي خليها تدرس. اي روحي روحي، ذفي نامي برا روحي بعد.
قامت تدعم. حسبي الله عليك من بنيه. ولدي خلي اشوفك نايمه، بتدرسين ان بتدرسين لقلت تتشكف على وجهك. ان شاء الله يما. ان شاء الله بالحكي مالت عليك وعلى وجهك ان شاء الله. هند هاي مبتي شنو فيه؟ ميري يصير انام عندك؟ ايه تعالي تعالي. نومي مبتي نومي. كل بيت فيه مشاكل، ماكو احد خالي، لكن هند كانت اكثر وحدة تعاني. لا ام تحن عليها ولا أبوي يقدر يدافع عنها. يا ترى لمتى بتتحملين يا هند؟ لمتى؟ سلمى يبا وين اختك؟ دران قومي يبا، قومي روحي تشوفيها بدارها يمكن نايمة ولا شيء. حو وش حقة تقومها على غداها؟ يعني حضرة جنابة هذيك ما تدري انها حست غدا؟ لازم نعزمها؟ سلام. هلا يبا سلام. هلا وين اختي اخرت اي؟ يبا تفضل. شنو هذا؟ هذه ورقة امتحان عربي في علامة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله، كفو عليك. عافية عليك يبا، على هالنتيجة تدفعين 20 دينار. مش كويس. ويت ويت ويت، إذا كل ورقة جابتها لك كذي وعطيتها 20 دينار فلست آخر الشهر، ما بقى لنا شيء. فاطمة قصدي أنا بس أشجعها يعني. إي شجع، ما قلنا شيء. بس عاد مو كل ورقة، يعني آخر السنة تجيب الشهادات هي وإخوانها، عقب ذيك الساعة شجع الكل، مو كل ورقة 20. يما أنت قلت لي راح تعطيني فلوس إذا خذيت درجة كاملة. انشعم أنت بس، انشعم وأكل. يما إذا ما أعطيتيني فلوس ما راح أسوي زين بالامتحان. قلت لك انشعم وأكل. يا هم يرادد مرة ثانية. وإنتي عسى سويتي بامتحان العربي زين؟ إي يما زين. يما زين. أقول محمد، أنا بعد أذان المغرب بزور يارتي. هندو أخوك باكر عند امتحان اجتماعيات، أبيك تدرسينه. يما بس أنا باكر عند امتحان تربية إسلامية ما يمدي. وإنتي هذا هو؟ عمري ما طلت منش طلب لطلعتي لي عذروب؟ والله. بس حتى أنا بعد عند امتحان. كلها اسلاميه، ايش تاخذ منك الاسلاميه؟ درسي ساعه عقب ضحك نفسك. ان شاء الله. يما ما ابي تدرسني، كلها تصرخ علي. قبره ايش حق تصرخين على ولادي؟ لا لا، انا بس اتحكى بصوت عالي عشان هو يفهمني. ليش؟ شايفته مدمق ولا غبي؟ لا لا، مو هو اسم الله عليه شيطاني، تحرك قاعد يدور وانا امسك الكتاب وادور وراه، اكيد بفهمه بعلي صوتي عشان يسمعني. إيه اسم الله عليه عم بعينك، هذه بوجهك، خمسة بوجهك اسم الله عليه، بعد بزر بيتحرك بحوس ولا بتلصقينه بالكرسي؟ فاطمة ايش تبي؟ أنا أقول أنت درسي، أنت أمه يخاف منك ويسمع كلامك. إلا هند اللي بتدرسه، وأنا بطلع بروح حق يارتي وخليه بدرجة مو زينة في الامتحان عشان أوريك لا بتشوفين هدية ولا العشرين دينار من أبوك. يا ويلك مني. عاد سقط ولا نجح انا شكو فيه. حسبي الله عليك من بنيه، سامعها؟ انت تدعين على ولدي ان شاء الله انت اللي تسقطين، هذه اخرتها بعد تدعي على ولدي قدامي. فاطمه فاطمه ترى هند ما تقصد شيء. الا تقصد ونص، ان شاء الله هي اللي تسقط. بس تدافع عنها انت. مالت على الباميه، روحها بلا رد عنك ما اكلتي. اكل ازحر. كلياتنا اجينا لهون جواري، ما رح تضلي جاري، تعملي منيح وبتسكري تمك وبتعقلي.
كل البنات يلي شايفتيهم امسك جهزوا الخفوف ما راح تضلي جاهزه. شو اسوي فيه؟ ادرس فيه ما ادري عنك. عطى هند خد درس اخوها خالد عنده امتحانات. انا طالعه. تعالي فاطمه فاطمه الله يحفظك. تعالي فاطمه ابي هند لا هي بالدراسه عندها امتحانات. انت امه درسي صدق انا امه تصدق ما ادري قال انت من ام وابوه درسه انت اذا خايف عليه. انا ايش عرفني؟ وانت شو تعرف؟ ما تقولي شو تعرف؟ اسمع حبيبي اذا خايف على هند انك تشغلها عشان امتحاناتها درسه انت. وايه الفصل الثالث والرابع فيهم امتحان وكل شيء باللون الاحمر كذي لازم يحفظهم صم وان سقط يا ويلكم مني. يلا سلام عليكم. انا يعني فاطمه انا درسه. خالد خلوني ثول يا يبا اقعد عشان اعرف اذاكر معاك. اول شيء تشوف هالحركه. ما هو شفتها قبل شوي. شاطر شاطر بابا. تعال تعال عندي حركه اقوى منها. بعد اقوى سوى شوف. خلاص يلا خلينا نذاكر الحين. يلا زين اقعد عني العاد. انا اقعد كذي عشان افكر. ها كذي تفكر ان شاء الله. اسمع صح ام خطا؟ خطا. انت سمعت السؤال بالاول؟ زين خطا. اصبر اسمع اسمع يبا صح ام خطا جزيره ام النمل اكبر جزيره في الكويت؟ صح. لا خطا. بوبيان هي اكبر جزيره في الكويت يا يبا. عرفت مو ام النمل. انزين ليش مسمينها ام النمل؟ فيها نمل وايد. ما ادري يا ابوك يمكن. انزين ما فيها برعصيه؟ برعصيه يعضك ان شاء الله. زين لا حول ولا قوه الا بالله. شلون اذاكر مع الولد؟ ابوي تراني ما بذاكر معاك وبترسب بالامتحان. ما تقدر. ليش ما اقدر؟ امي بعدين بتهاوشك بتصارخ عليك. هيا الهيس يهدني بامه. انا ادبك الحين. تعال وقف. خلق خلق خلي الوقف وقف خلي ادبك. انا اخاف من امك. تعال تعال الا ادبك. خلود ذبحتني خلود. اوقف يا خالد اوقف اوقف خلي ادبك. امي بيطقني. وي 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 قبره يكبرها عند الله. انعال شايله على وليدي؟ ايه ازهاوي بتعفس عفاس؟ انا كنت بادبه. تادبه؟ ايه روح ادب هنده بنتك هذه اللي ما تسح على وجهها، مو تادب ولدي بنعالك. الحين ايش جاب هند بالسالفه؟ هي بدارها انت ايش فيك عليها؟ هند لو فيها خير كان زلت درست اخوها، مو قاعده فوق انت تدلعها وراكض وراه بنعال. واحد يقدر يدرس هاليني هذا؟ يني يركبك انت وبنتك ان شاء الله، بس يلا عاد انا غلطانه اللي خليه عندك. بس الشرها مو عليك، الشرها علي انا اللي وافقت ادرس هالولد الشيطان هذا. عشت وين غلطان؟ بعد ولدك وانت غلطان، اذا مو ولدك ايش بتسوي؟ وانت ما تزعل وجهك تخلي ابوك يركض وراك بنعال؟ يما يعني شنو ام النمل؟ ام النمل نمل يقرصك انت وابوك ان شاء الله، ايش دراني انا شنو ام النمل؟ لو عاد قعدت هني انا امشي هو خلي درسك. سلمى قاعد ادرس وانا بنام. بس انت امس كنت قاعد تدرسين وانا نايمه. واليوم بنام. سلمى انت ليش تسوين كذي؟ ترى احنا خوات. لا والله حرام صدقين مسكينه هندو. بس خلاص عاد بس تسوين نفسك مسكينه وطيبه. وادري انك تكرهيني اصلا وتحقدين علي. سلمان سويت عشان تحسين اني انا كرهت. انت 24 ساعه تدرسين عشان ابوي يحبك ويقول انا كنت الذكيه وانا اللي بقاره اللي ما افهم شيء. انا ما سويت كذي عشان ابوي، انا سويت كذي عشان نفسي. لا والله؟ لا تبي تثبتين حق الكل ان هندو هي اشطر وحده وهي المثاليه وبيمعات اهلنا بس يقولون هند وهند هند وهند وانا سلمو اللي دائما اسقط وما انجح. انا؟ لا لا سلمى انت غلطانه. اصلا الانسان هو بنفسه ينقي اذا بيكون انسان ناجح ولا انسان فاشل. انت تقررين. الانسان هو بنفسه يقرر. انا كذي ما افهم.